قراءة في أهم ما جاءت به الصحف اليوم الخميس 26 شتنبر. أهلا بكم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأحداث المغربية التي عنونت مزوار يؤكد التوصل إلى توافق شامل حول تشكيل الحكومة، ونقرأ في الخبر: لم يسافر بن كيران للولايات المتحدة بعدما كانت مصادر جد موثوقة قد أكدت أنه سيسافر للقاء مسؤولي الألفية الثالثة في نيويورك. وقضى رئيس الحكومة يوم أول أمس في منطقة والماس. في المقابل استبعدت نفس المصادر أن ترى الحكومة النور في الأسبوع المقبل. حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له قال إن مزوار أخبر قادة التجمع الوطني للأحرار بأنه نفذ كافة التزامات سواء اتجاه المجلس الوطني أو اتجاه رئيس الحكومة، حيث تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بتشكيل الحكومة. أرباب النقل الحضري الخاص بالمغرب يستغيثون: الزيادة في المحروقات تثقل كاهلنا، هكذا عنونت جريدة العلم. ونقرأ في هذا الخبر: أكد إبراهيم الجماني رئيس جمعية النقل الحضري الخاصة بالحافلات أن الزيادة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة بعد تطبيقها للنظام المقايسة ستثقل كاهلهم وتلحق ضررا بالقطاع، وأن الجمعية منكبة على تدارس هذه النقطة بما يوافق بين مصالحها وإمكانية المواطن، وأنه لن تطبق الآن أي زيادة في ثمن التذاكر إلا بعد مدة من العمل بالتسعيرة الجديدة للمحروقات ومعرفة مدى تأثير ذلك على كلفة الإنتاج، وفي انتظار كذلك الحلول التي ستطرحها وزارة الداخلية. جريدة الاتحاد الاشتراكي تكتب: النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن مشاركتها في التجمع الاحتجاجي يوم 5 أكتوبر. وجاء في مقال بخصوص ذلك: بعد لقائه بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، استقبل إدريس لشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مساء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث تداول الطرفان حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتسم بالانتدارية القاتلة والتأزيم والزيادات المتتالية الضاربة للقدرة الشرائية في الصميمة. تفاصيل أخرى عن هذا الخبر وأخبار أخرى تقرأونها في الاتحاد الاشتراكي. نختم بجريدة المساء التي عنونت: سيبا ابن عائلة نافذة بأكادير يطارد مستخدما لديه ويدهسه بسيارته وسط الشارع العام. ونقرأ في الخبر: أقدم شاب من إحدى العائلات النافذة بمدينة أكادير على مطاردة مستخدم ميكانيكي في الشركة التي توجد في ملكية الأسرة، إذ حاول دهسه بسيارته على مرأى ومسمع رواد شارع 11 يناير بحي الداخلة، حيث أسقطه أرضا من على الدراجة النارية التي كان يمتطيها، مما حدا ببعض المرة إلى استدعاء الشرطة التي عاينت الحادث وحررت في ذلك محضرا بعد أن تم تزويدها بترقيم السيارة المذكورة. تفاصيل أوفر عن هذا الحادث تجدونها في جريدة المساء. نهاية الجولة الصحفية، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.